سبحان من أسرى لحبيبه ليرى آياته الكبرى سبحانه سبحانه سبحانه. الحمد لله الفتاح، وصلى الله على سيدنا محمد أصل الصلاح وعلى آله وأصحابه منارة الفلاح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الملك الفتاح. أما بعد، وما زلنا في أخذ لأسرار حادثة الإسراء والمعراج. قبل أن يتهيأ صلى الله عليه وسلم لتلك الحادثة شق صدره الشريف، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أضجع شق من أعلى صدره إلى أسفل بطنه، وجيء بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمان، فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم وباطنه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم بعد ذلك رجع إلى محله وكأنه لم يكن به شيء، وتهيأ للرحلة العظيمة. عندما تصفى صلى الله عليه وسلم وهو الصافي النقي لكي يتهيأ إلى رحلة علوية عرشية، رحلة أرواح، وليس المعنى أنه أسري صلى الله عليه وسلم وعرج بروحه، بل بروحه وجسده، لكن المعنى أنها رحلة علوية عرشية. يدل هذا على أن الإنسان لا يقرب من الله إلا بصفاء الباطن، إلا بصفاء الروح. ما أحوج الإنسان العابد القارئ المتصدق أن يكون صاحب صفاء. قال الإمام حداد رحمه الله: وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. لا تطير الأرواح إلى ربها سبحانه وتعالى إلا بصفاء، إلا بنقاء. ولأجل ذلك الأقرب من العباد إلى الحق تبارك وتعالى هم ممن صفوا أفئدتهم، ولا يتصفى الفؤاد ولا يتنقى إلا إذا اجتهد صاحبه أن يفعل به ذلك، فتصفو الروح بعد ذلك. سألوه صلى الله عليه وسلم: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: مخموم القلب. من مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا غش ولا حسد. هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول لنا: لا يجتمع في قلب عبد إيمان وحسد. فعندما يبقى الحسد في قلب الإنسان لا تصفو روحه. فصفاء الروح هي معنى من معاني الارتقاء والانتقاء بذلك العبد. ما أحوجنا أن نأخذ من حادثة الإسراء والمعراج أنها حادثة علوية، إذن ترتفع الأرواح وتتوجه الأرواح بقبلة الأرواح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الاعتلاء إلى الملك الفتاح سبحانه وتعالى، فتصفو فتكون في محل قدس ربها سبحانه وتعالى. إذا صفت القلوب صفت الأرواح، صار هناك بين الناس انسجام. ما يعيشه الناس الآن من ضجر من سوء لعدم سلامة القلوب. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم اجعلنا من أهل سلامة القلوب، واغفر لنا الذنوب، صفي أرواحنا وطهرها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. أسرى لحبيبه ليرى آياته الكبرى سبحانه سبحان من أسرى لحبيبه ليرى سبحانه سبحانه.